إذا أنا غادي نتكلم لكم على الأسس العلمية لضرورة تدريس العلوم بالعربية في المغرب. هو في الحقيقة حشومة وعار وعيب من ديروا هذه المحاضرة. زعما علاش كيفاش ندير واحد الحاجة اللي بديهية؟ يعني بحال كنطلبوا باش نقريو بلغتنا من المسائل البديهية، ما خصنا نعطيوها لا حجة لا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا غادي نبداو غادي نحاول من خلال جوج نقطات نجاوب على هذا السؤال. هي ما هي أسباب التدريس باللغة الأجنبية، شنو هما الأسباب؟ والثانية كيف نتعاون على إقناع المغرب. إحنا دابا بغينا نتعاونوا باش نقنعوا المغرب، عرفتوا شكون هو المغرب، بالتدريس بلغاته. المغرب ديالنا خصنا نقنعوا يقرب لغته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ندخلوا دابا نهضروا بواحد الطريقة شوية علمية. أنا ما عنديش الفصاحة واللغة ديال الدكتور عز الدين دزاز لأنه هو قاري العلوم بالعربية، أنا قاري العلوم بالفرنسوية ولا حول ولا قوة. لكن عندنا واحد الحاجه اللي مشتركه كلنا، هي الحب ديالنا لهذه البلاد، لهذه الطلبه، وبغينا بلادنا تتطور. هذه نحاول نقنعكم باللي راه المساله ماشي حيت هويه ديالنا عربيه اسلاميه امازيغيه خاصنا نقريو بلغتنا اما العربيه والامازيغيه، ماشي غير حيت هكا، حيت علميا هي ضروره، علميا خاصنا نقريو بلغتنا، وهذا هو الهدف ديالي. يعني ما نهضرش لكم انا على المسائل الهويه، ما نهضرش معكم على الامور الاخرى، لكن المسألة هذيك ديال الأحزاب اللي خصهم يفرقوا من الناس في هذا الموضوع ماشي بركة من السياسة. غنرجعوا، أنا غادي نهضر لكم على الجانب العلمي. غادي نحاولوا، قلت لك السؤال الأول شنو هي الأسباب؟ هذه الأسباب كتعرفوها، غير نحاول نستفها ونراجعها معكم. وعطيوني شي حاجة إلا نسيتها. واش هي استمرار نفسية المنهزم؟ كتابة صغيرة وما بيناش. واش هي استمرار هذه النفسية زعما كتستعمرونا صافي زعما، ولا كاين تهاون، كاين جهل بالأهمية ديال اللغة ديالنا، ماشي اللغة ديالنا، الجهل بالمعطيات العلمية. حنا دابا في كلية، حنا في صرح علمي، نهضروا علميا، واش هناك جهل بالأسس العلمية لضرورة التدريس باللغة الوطنية؟ واش كاين جهل من عند أصحاب القرار وكل شيء؟ واش عدم استشارة المعنيين؟ يعني انتوما الطلبة في الباك واش تسولهم شي واحد قال لهم اين لغة بغيتي تقراو؟ باين لغة؟ تما ما خصهم يتشاركوا، هما المساكين اللي كتجي فيهم. ولا تخوف بعض اللوبيات من القوة الاقتصادية للأمة العربية، تيقول لك كونت اون بارل فرونسي اون اشيك فرونسي، كونت اون بارل انجلي اون اشيك انجلي، ماشي ضد الفرنسية ولا ضد الإنجليزية، لغات جميلة ما عندنا حتى مشكل، الله يجازيهم بخير بها تعلمنا ودرنا نقل العلوم. لكن حنا راه ماشي هما فرنسا، وفرنسا محتاجين بينا بالإبداع ديالنا، ما يمكن له يكون إلا بلغتنا ثقافة. الأساتذة بما فيها الوزارة رغم الدستور، واش كاين تهاون؟ يعني شو تهاون؟ كاين شي صعوبات؟ دابا في حالة إلا كانوا مقتنعين ولا عدم الاقتناع. طلبة ديالنا مؤهلون بامتياز. اما دابا ثلاثه ديال الطلبه الطب معنا هنايا، جوج منهم غادي يقدموا ان شاء الله قريب اطروحه ديال ترجمه المقرر ديال الجراحه العامه وحده ديال الامراض المعديه، وحنا ديجا عندنا 20 اطروحه بحال هكا، عندنا مكتبه مؤهلين قليل العلوم العربيه، اي شويه ديال المراجعه وبلا ما ياك شحال نعم قراو العربيه من الابتدائي حتى الباك، قرأ العربية والآداب والشعر وكل شيء والصرف والنحو، عندهم واحد طبعا ماشي سيباوي ولكن عندهم مشكل. مؤيدون بامتياز، غادي نوريكم الإحصائيات اللي كنا درنا، مؤيدون طلبة راه مؤيدين هذه القضية، ولكن متخوفون بامتياز، خايفين. يقول لك أنا قريت لي بالعربية العلوم في الليسي، غادي نطلع للكلية بالفرنساوية مشكلة، ومصطفى كنا يقريونا بالعربية عرفتش غادي دير؟ ما فيها باش يقررنا في الثانوي بالفرنساوية العلوم بحال غيدفروها، والله ما هضروا في دارهم بالفرنساوية وحلموا بالفرنساوية،
وحبوا بالفرنساوية وصلوا بالفرنساوية اللي كيفهموا بحال الفرنساوي توا فرنسا. بجوج كيقراو الطب بجوج كيقراو بالفرنساوية مغربي وفرنساوي. أنا هذاك تيقرا بلغة اللي كيعيش بها والآخر تيقراها فرنساوية كيهضرها فكيدخل الكلية. قديما وحسن منا فاهم. أبقى حنا ديما اللغة. وكيفرضوا علينا نلقاو اللغة. وما نخليهمش يفرضونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يستشاروا، شحنوا بمغالطات، غادي نوريكم المغالطات مساكن. شنو هاد المغالطات؟ دابا اللي هضرتي مع شي واحد لا في الآداب لا في العلوم، واه كلشي اللي بغيتي دير لونجلي، العلوم بلونجلي. كي جات؟ الإنجليزية ليست لغة تدريس الطب، العلوم الصحية. تا واحد ما تيقري في العالم بالإنجليزية، تا واحد، من غير أمريكان وأنجلترا وشي دول. كلشي كيقري بلغته. من القمة ديال البحث العلمي اللي هي ألمانيا تبعها اليابان تبعها كوريا تبعها حتى واحد ما كيقرا بالإنجليزية. كاين شروا البحوث بالإنجليزية ما كاين مشكل، لكن حتى ما كيقرا بلغته لأن التمكن قبل الانفتاح. تمكن قبل الانفتاح، تتمكن أحسن ما تمكن هي بلغتك. لا حنا دايرين الانفتاح وعاد نجيبوا التمكن، غنديروا الانفتاح غادي يطلع علينا حنا خاويين ما كاين والو. روايه القلب مهضوره. المواطنون يؤيدون، علاش؟ يحبون ثقافتهم العربيه، ثقافتهم الامازيغيه، يحبون لغه القران اكثر من 90%. اي مواطن سولوه ما سولوهمش المواطنين، جاوا قلبوا كل شيء ردوا بالفرنساويه عاوتاني العلوم في الليسي. سولوا المواطنين، حتى السؤال ما خلاوش حتى في البرلمان، داروا لجنه على برا البرلمان باش يتقرر، شكون فيها السي عيون شكون دخلتوا وعملتوا داك الشكل. الله يجازيهم بخير، الناس كيديروا الثقافة وكلشي ما كاين بس، إيوا ونغطنا حنايا، والناس المواطنين نسولوهم علاش ما نسولوهمش؟ أصحاب القرار، إن كان قصد بهم المجلس الآلات التربية والتكوين والبحث العلمي، عندهم شي مشكل، شنو المشكل اللي عندهم؟ هادو الناس علماء جمعوهم، على فكرة، ذاك ال 20 ولا 30 واحد فيهم أساتذة الفرنسية والإنجليزية والأمازيغية، ما فيهمش أستاذ واحد اللغة العربية. واش ما عندهمش البحوث؟ ما كيعرفوش كاع البحوث الدوليه اللي في البيداغوجيا ان خص الواحد يقرا بلغته؟ ما كايناش هذه، ما شافوهاش ولا شافوها وغطاو عينيهم. بون شنو غادي نديرو دابا؟ كيفاش غادي نوض؟ غادي نقولو لا حنا مسلمين والقران ورانا مبقيناش نقراو فرنساويه، ما بقاش العربيه نخليوها غير ملي كيموت شي واحد ولا شي امسيه شعريه، هي فاش كنديرو العربيه؟ نبقاو نبكيو لا الهويه ديالنا راه حنا عرام. هذاك حجج قويه كيتكلفوا بها الاحزاب. انا غادي نهضر لكم على حجج علميه. عندنا أربعة ديال الأسس باش يمكننا ندافعوا على هذه الفكرة هذه. الإقناع، الحجة، الطمأنة. الطمأنة كتجي من بعد ما كنقنعوا، تيقول لك إيه نقرا يا سيدي بالعربية ولكني كي غندير؟ صعيب، وفين هما المصطلحات؟ تيخصني نطمئنوا ونقول له حتى الإنجليزية أنا نقريوك. وغادي نقول له الله يخليك أفهم واحد القضية، كان الفرق ما بين تدريس اللغات مزيانة ولا بدا، ثقافتنا كتأكد عليها. تدريس اللغات، تدريس اللغات إيه، أما تدريس العلوم بلغة أخرى لا، تدريس العلوم بلغتنا ولغة أخرى نقراوها، كاين مشكل. ولكن ما خصناش نبقاو غنهضرو، خصنا نوريو شي حاجة إنجاز، مابقاش نقول لك بحال سوف نبني سوف تكون واحد العمارة كبيرة، وخصنا نتعاونو. الإقناع، البحوث البيداغوجيه كتقول ان اللغه المستعمله اللي هي الدارجه اللي هي من تجليات اللغه العربيه. انا حسب كنهضر معكم بالفصحى، كنهضر واش هضر الفصحى، انا كنهضر معكم بالدارجه. مؤثره بزاف بالامازيغيه، مؤثره بزاف دابا بالفرنسويه، كاين مشكل، لكنها من مستويات اللغه العربيه. كاين مستويات، كاين اللغه العاميه كاين، وكاين كلشي عنده الدارجه ديالو. احنا اللي بنت الدارجه ديالنا ما يمكنش نهضروا بها ونقراو بالفصحى. احنا اللي خصنا، قال لك لا بما انك تهضروا بالدارجه خصنا نقراو بالدارجه. او فرنساوي كما كتشي عنده كيقول لك الطوموبيل، كيقول لك لا فواتور، تيقول لك لا بانيو. شكون كتهضر معاه؟ جالسين تهضر معاك واحد الفرنسي كوفا، واحد الفرنساويه. ومني كيكون في الجامعه كيهضر بلغه معياريه،
عندها هي الفصحى ديالنا، كل شيء اللغات فيهم درجات. البحوث الميدانية غادي نوريكم واحد النتائج ديال الطلبة، وغادي نوريكم الدول المتقدمة بأي لغة كدرس. هذا غير مثال واحد، بحث داروه في جامعة ملك فيصل، قال كسيدي باللغة الوطنية نسبة التحصيل العلمي تزيد ب 66%. شدوا طلبة كيقراو الطب، طلبة كيقراو الطب، تيقراو الطب باش في السعودية بالإنجليزية مزيان، وعطاوهم نفس الموضوع اللي كيقرا، عطاوه في ذاك المادة عطاوهم نفس الأفكار بالعربية ونفسها بالإنجليزية، وحسبوا شحال الوقت باش يقرا هذاك الشيء، ومن بعد عطاوهم أسئلة في ذاك الموضوع بالعربية وبالإنجليزية، وداروا مقارنات بخبراء وداك الشيء، داروها بزاف على مستويات وداك الشيء، ولقاو أنه واخا قارين بالإنجليزية العلوم في الكلية، أنهم ملي كيعطيوهم داك نفس المواضيع بالعربية وكيعطيوهم أسئلة كيلقاهم كيكونوا متفوقين أحسن. يعني اللغة اللي كيعيشوا بها كل نهار، تيحلموا بها وكيحبوا بها، كيدابزوا بها وكيسبوا بها، يعني فيها واحد الحمولة عاطفية ديالهم هي اللي كدوز. والأخرى اللي كيتسلفوها ملي كيدخلوا الكلية، كيتلبسوها واحد شوية ملي كيخرجوا الكلية صافي. البحوث الميدانية، مشينا للكلية ديال، مشينا لليسي، واحد الليسي ثانوية إدريس الحارثي، قلنا لهم بأي لغة بغيتي تدرس في كلية الطب؟ 70 طلبة يفضلونها وكان لغة تدرس الطب بالعربية، قال حنا كنتمناو نقراو الطب بالعربية حيت هو كان كيقرا العلوم. دابا إلا حتى لهم نفس السؤال يقول لك لا فرنساوية، دابا ثلاث سنين هادي باش قلبوا لي كلشي حطوني الفرنساوية، نمشي نقرا الطب فرنساوية. هادو الطلبة في السنة الرابعة ديال الطب، 43% منهم يفضلون العربية كلغة تدريس الطب، النسبة قليلة. ولكن شنو معنى السنة الرابعة؟ راه مسكين دازت عليه الدقاقة العام الأول والعام الثاني والثالث وصل الرابع، يعني بقى كيترجم في الكلمات وبقى كيهذا، يعني زعما صحهم. ورغم ذلك باقي النص فيهم باغي يقرا بالعربية. هادو طلبة التواصل مع المرضى، 68% من الطلبة يجدون صعوبة في التواصل مع المرضى. دابا كيفاش كيدير؟ دابا زعما تيقول لك حنايا خصنا نكونوا أطباء واعرين بحالنا بحال الفرنساويين. شنو معنى بحال الفرنساويين؟ ملي يسالي القراية ديال الطب ندير واحد الامتحان سميتو كلينيك. شنو هاد الامتحان كلينيك؟ كنعطيه مريض كنعطيه 45 دقيقة، نقول له قلبو كتب لي تقرير واجي دوز الامتحان. كيمشي الطالب ديالنا مسكين بحال طالب فرنساوي، كيجلس مع هذيك السيده كيقول بونجور فاصو، تيقول لها لاباس عليك، تيقول لها كيف كومونسي لا تيغوباتوار، تيترجم لها تيقول لها، وكيبدا يترجم داك الشيء كله اللي تعلم بالفرنساويه كيديروا معاها، هي كتجاوبوا باش اللغه ديالها مسكينه، امازيغيه عربيه دارجه مسكينه، اش كيدير هو؟ كيعاود يترجم داك الشيء للفرنساويه، عاد شاف العرض 15 دقيقه في قلب مش قلب، وشي كلمه قالتها له فيا بوجنب هو يتلف ما قراش بوجنب. المهم خلاصه القول هو انه ارهاب، كتقول له بحال بحال الفرنساوي، والفرنساوي كيهضر مع السيده الفرنساويه كتجاوبو فرنساوي كيكتب فرنساوي، وتعطيها 45 دقيقه، حنا عطيونا 45 دقيقه وبقى كنخدمو لغه زعماك. هادو ديال السنه الاولى مساكن، قال لهم قلنا لهم واش كتفهموا مزيان؟ كتمشي لونفي كتفهم شويه في المدرج، يعني السؤال واش كتفهم جيدا؟ جيدا سهل، الدروس سهلة السنة الأولى، يلا 30% اللي قالك إيه كيجينا كنفهمو مزيان، ما عرفتو ديك تفهمو مزيان تا شنو هي مساك. السنة الرابعة يلا النص اللي كيفهمو مزيان، والآخرين كيبقى يقول ناري شنو بغا يقول هاد السنة؟ تواقيلا روا بغا يقول هكا، عرفتي اش غادي يدير على كرهات تمشي للدار؟ كاين هادشي ولا ما كاينش؟ هاهو الطلبة ديال الطب.
وحنا اللور وهو السيد الساره الرابعه ما عندوش مشكل كياخذ من عند الاستاذ كيحلم غدا بانه كاع شنو البحث اللي غيدير ملي غيسالي وعنده نظريه وعنده تصور وعنده شخصيه طبيه وعنده حنا التراب صبغه فهموش بغا يقول ذاك الاستاذ واش شتي علاش المستوى هابط حيت ما رانا نبقاو هابط حيت الا ما قريناش بلغتنا غيبقاو هما ديما احسن منا ولا بقينا ساكتين غنبقاو ناخذوا غير هذا الطرش اللي كنستاهلو هادو الطلبة عيطوا لينا في الطلبة اللي دابا تسالاو الطب اللي كيديروا التخصص درنا لهم واحد محاضرة جلسة كلها درنا لهم درس بحال هكا اللي دار الأستاذ زاز الدكتور زاز درس باش يفهموا شنو هو الدرس بالعربية طبي جبنا أستاذ ودرنا لهم محاضرة وديك الشيء وفي الأول قدرنا نعطيكم نفس السؤال في الأول وفي الأخر واش قابل يكون الطب كيتدرس العربية قبل الامتحان النص قال لنا خصنا قابل نقريو بالعربية والنص قال لك لا ما قابلش نقريو بالعربية مسطين نقريو بالعربية فالعربية ما قداش عربية العربية أنا ما ماشي في مستوى ولا ما عرفت المهم هو ما بغاش مني شرحنا وداك شيء لقينا لا هبطت لا شيء في المية وثمانين في المية ولاو عاد فهموا شنو فهموا بلي ساهل وفهموا داك شيء كله فهمتي القضية تيخصنا نوضو نديرو الإقناع هي الكلمة عندنا جمعية مغربية للتواصل الصحي 90% ديال الخدمة ديالها هو الإقناع بلا راه بلوغتنا يمكن المجال الصحي وانتم كذلك ديروها في المجالات الأخرى اللي كاينين فيهم العلوم وداك الشيء هادو الأساتذة ديال الطب فاس مشيت درت لهم محاضرة هادو كلهم أساتذة السلام عليكم درنا لهم العرض واش قابلين تبدا تقرب العربية هما كل شيء هز يدك قال لك معلوم علاش ما كلهم تبارك الأساتذة الشباب كلهم هادو تقريبا 80% منهم خداو الباك بالعلوم بالعربية هادو الأطباء الداخليين واش قابلين ديرو كل شيء بخير هذه بتاع واحد ما ضربهم هادو الطب العام هذا المنتدى ديال الجمعية ديال دعم اللغة العربية هادي محاضرة قال لهم واش نديرو واحد المادة سميتها التربية العلاجية التربية العلاجية هذا الشيء اللي كيدير الطبيب بالإضافة للمسائل التقنية أنا غادي نعطيك أنت فيك داء السكري غادي نعطيك الدواء اللي خصك دير والمدة وكذا وتجي عندي هذه مسائل تقنيه ولكن خصني نعلمك شنو هو داء السكري شنو خصك دير وكيف تحرك ونهضر معك ونهضر مع الزوجه ديالك وكل شيء ولا وقع الكريز وشنو هادشي كله خصو يدار بالعربيه بلغه المريض وهو هذاك الشيء كنعلموه له بالفرنساويه وخصو يعاود يبقى يقلب ويشقلب واش ما داش صداع صداع الراس اي مين كيديروش دونك هنا كان الاجماع على اننا التربيه العلاجيه هادو اطباء الاسنان قلت لكم الدول المتقدمه ما كتقريش الانجليزيه واحد النسبه هذا نائب العميد كليه الطب ديال فاس السيد الازمي مشى دار واحد البحث مهم شاف 20 دوله متقدمه في العالم باي لغه تدرس الطب 20 دوله متقدمه في العالم من غير انجلترا وامريكا عندك الجابون المانيا الجابون فرنسا وبريطانيا الشينوا حتى ما تيقري الانجليزيه كلشي يقري بلغته والغريب من الامر فهاد 20 دولة تركيا رقم 13 في الإنتاج العلمي الطبي 13 عالميا كتقري بلغتها المهم دابا سالينا قنانو اقتنعتي وكل شيء بخير بغيتينا نقريو العربية ولكن أستاذ وي أوكي غادي ندير فينا هاد المصطلحات أوكي غنديرو هادشي ونجليزة ما نقريو والو ها الجواب لابد غادي نديرو الاستعداد ولابد نقول لهم واحد القضيه معطى علمي مهم اي مقال علمي خديتيه من الكليه مشيتي لقيتي مجله طبيه حسبتي عدد المصطلحات التقنيه داك اللي تعرفوا مع الاطباء دابا حنا كنهضروا مجلات ديال الاطباء كتلقى النسبه ديال المصطلحات ما كتفوتش 5% ايه و95% شنو لا ليتيراتور الادب لا ماشي غير ليتيراتور ثقافه ثقافة خصك تعيشها باش تفهم بحال بحال فرنسا ولا الانجليزي مستعدين شخول انا فخور بثقافتي المغربية متعددة الروافد ما كاين مشكل ولكن ماشي فرنسا ماشي انجليزي ماشي صيني ماشي الماني انا واحد جزء من الانسانية خصني انا نشارك في الابداع وتطور الانسانية بمؤهلاتي وبطاقاتي وبهذا ماشي نكون استنساخ لي شي واحد اخر لا في مصلحه الاخر ما نكونش استنساخ بحاله المصطلحات سهل المعنى
منظمة الصحة العالمية دايرة المنجد المعجم الطبي الموحد من 73 1973 لدابا. جميع المصطلحات الطبية في التليفون ديالك تكليك على الـ OMS ادخل اي كلمة طبية، ما بقاش مشكل مصطلح، ما كاينش واحد حاجة سميتها مشكل فينا هو المصطلح، ما بقاش هذه القضية. طبعا ننفتح بالانجليزية احسن من الفرنساوية ونبقاو نديرو شويه الفرنساوية. علاش؟ لان احنا هما القاطرة التنموية لافريقيا الفرانكفونية. ما كاين مشكل، ولكن ماشي باش نكونوا احنا يا قاطرة ديالهم احنا بعدا راسنا ما نكونوش مزيانين. لا، الا غادي نديرو 10 ديال الكليات ديال الطب مثلا علوم الصحة خاصنا نديرو 7 للمغاربة، جوج الفرنساوية وحدة بالانجليزية مثلا، ولا كان جوج ونزيدو حدا كاع بالصبريونية وحدة بالامازيغية. علاش؟ المهم ديالنا احنا لا، احنا الكلية عندنا في القسم بحال عندنا الاستاذة 400 500 طالب في المستوى، 500 فيهم 20 واحد من افريقيا هما اللي ما كيفهموش العربية. لا وعرفتي شنو واحد 20 وانتم وهذوك ال 20 خصهم يفهموا. نو سي با نورمال. اوه عرفتي شنو 20 ما يفهموش الا هضرتي بالعربية. ايوا و 480 محركات البحث لي موتور دو ريشيرش تاع جوجل بما اكبر مركز ديال محركات البحث بالعربيه في المجال العلمي كاين في المغرب. فين كاين؟ كاين مختبر كبير في المدرسه المحمديه للمهندسين في الرباط بالاساتذه دي زانجي بروفيسور انجينيور انفورماتيسيان كيديروا تيخدموا في هادشي، وعندهم مشاريع دوليه والمرين التجاره في العالم كيقلبوا لنا. تعرفوا نحن قوه استهلاكيه كبيره دوك القسم العربيه قصد تدرج المرحله في الاول نفسروا بالدارجه ونتقدموا ما كاين مشكل. دراسه شنو هادي؟ هذيك اللي قلت لكم ما كتفوتش 5%. هذه واحد البحوث تداروا باش يعرفوا مصطلحات تقنية في علم الاحياء الدقيقه لا بيولوجي، نسبه المصطلحات 3.5%. علم الاحياء 1.5، شنو هذه اللي فيها 5؟ طب الاطفال مصطلحات 5% وهي اللي فيها كاع اكثر، ما كتفوتش 5%. حنا درنا واحد المجلات مثل المجله الصحيه المغربيه كنكتبوا مواضيع للاطباء بالعربيه كنخليو لهم المصطلحات الفرنساوية. سيدي كاع شنو فيها 5%؟ قرينا اللوطنا صاحبي نفهموا شي شويه ونستوعبوا ونبدعوا. محركات البحث ها هو هذا هو الاستاذ محمد كريم بوزباع، استاذ مشرف على قسم هندسه اللغه العربيه في، وكتب عندنا مقال مهم تلقاوه هذا في الموقع ديال التواصل www.tawassul.ma تيقول لك الاهميه ديال لي موتور دو ريشيرش في لا ديال هاد المحركات. شنو محركات؟ محركات البحث في التدريس باللغه العربيه. حتى تيقول لك يا صاحبي هاد العربيه ضحتي لنا بها الراس حتى واحد ما كيستعملها وداك الشيء. كيفاش حتى واحد ما كيستعملها؟ دابا جوجل والجيميل ولا 3W الانترنت الشبكه العالميه، هاد الشبكه عندها مقررها في امريكا. امريكا كتعطيك كل عام في جوان اللغات اللي تستعملات في الانترنت في البحث في التشات في المذكره في الرسائل، كيعطي هذاك الشيء تلقائي. في 2010 عطات بلي الانجليزيه هي اللي كانت كتستعمل في الانترنت اكثر، تبعها لو ماندارين اللغه الصينيه، كانوا بزاف اللغات ولكن اللغه الاكثر انتشارا، والاسبانيه والجابونيه اللي هي الجابونيه والبرتقيزيه ياك كيقولوا المغاربه والألمانية والمغربية والفرنساوية، شي شوية العربية شوية أحسن من الفرنساوية والروسية والكورية وما تبقى. 2010 شنو وقع في 2016؟ شنو رأيكم غيوقع على العربية؟ شنو؟ غتكون طلعات ماشي حشومة عليكم كتبغيوها لهالدرجة. شكرا. والتي هي الرابعة والفرنساوية عطات التاسعة.
وحنا يعطينا كاظم هاد العام اللي بقات هي التاسعة بغينا نقريو العلوم العلوم بغينا نقريوها بالفرنساوية كاظم لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا السرعة النمو ديال اللغة في الإنترنت سرعة في النسبة مئوية الإنجليزية كتقدم ب 500% الصينية 2000% السبليونية 1000% اللغة العربية كتقدم ب 6000% واه أخلع تخلع والو أوه قلتلهم كاع بغيتو تسيطر هنا تا شوية دخلوا جواكم غادي ندخلوا عليكم نسدوا عليكم العربية من هنا ونسدوا من هنا وداك الشيء مسائل دينية مزال بزاف عليكم مسائل دينية نقسم شوية مسائل دينية بزاف عليكم مسائل دينية سي أوشن أكلاش سي أوشن غادي ترجم سالا ترجم المقرر ديال السيد العميد في الجراحة وغادي يقدمونها الأربعاء إن شاء الله مع الجوج اللي باغي يحضر المقرر ديال الطب ديال الأستاذ شيان هذه الناس اللي كيهضروا بالعربية حنا ثالث أكبر تجمع لغوي في العالم ثالث أكبر سوق وارة المصطلحات وهذا ديال منظمة الصحة العالمية هذا هو المنجل منظمة الصحة العالمية دابا إلا دخلت هنا كتلقى أي موضوع بغيتيه كتلقاه وحدة من هاد الخمسة ديال اللغات ولا ستة فيها العربية الصينية الصينية الإنجليزية الفرنسية الروسية السبليونية أي موضوع عاود دابا الموضوع على داء السم أنا بدرت العربية أنا كسبت عليه مجبتهاش غادي يولي كله بالعربية كلهم المواضيع عرفتي 73 دابا شحال من عام هاد السنين كلها عرفتي شحال كاين من الاطنان ديال المقالات جميع التخصصات بالعربيه لا ما عندناش كيفاش نديرو صعيب ترى كلشي عندك تهاون تشخيص تهاون نو الانجاز ايوا سيدي كتهضر لنا بزاف العربيه مزيانه مهمه متفق معك ساهل باش تقريب العربيه كاينين المصطلحات ما كيشكلوش 3% كذا هي ولكن هادشي فيها فلسفه عطينا شويه واش درتي شي حاجه انت جربتي هادشي جربناه كاينه مجله كنترجموا الدروس عندنا مؤتمرات وبدينا كندرسوا بعض المواد هذا مؤتمر التربيه العلاجيه الجمعية المغربية للتواصل الصحي في المجلس الوطني كاين خمسة ديال العمداء الطب هذا هنا في كلية الطب ديال الدار البيضاء مع غير أطباء هذا مؤتمر ديال الأطباء كله بالعربية المجلة ديالنا العدد 17 وقرب يتطبع كي تا مشكل كيبغيو الطلبة كيبغيو الناس العدد وزاد دابا 2000 نسخة في المؤتمر الدولي ديال الأطباء الطب العام في مراكش مؤتمرات ها هما هذو بالعربية ما كاين تا مشكل وعندنا حتى مجلة للعموم تشرفوا علي حسناء أي معنى هنايا للعموم دكتورة الزهرة الإدريسي مواضيع هل يتعاطى ابن المخدرات إلا درنا هكا غادي يقراوه المغاربة إلا درنا لهم فرنساوية غيقراو غير هذوك اللي عندهم الفلوس اللي عندهم 25 و45 درهم باش ياخذوا ديك المجلة الفرنساوية اللي كتقول لهم حقوق لي زوموسيكسيال وداك الماكلة اللي ما نعرفش وداك الشيء وكتستغرب ملي كتمشي كتشوف المجلة محطوطة ناري شنو هاد المصيبة ما كاينش شي حاجه ديالنا حنا الواقع ديالنا ما كاينش كنجيبوها ما كايناش مجله وحده العربيه في المغرب كله كتباع في السوق خطير كاين كنجيبو ديال وحده مغربيه غادي على النظام ديالهم هما الاطروحات هذه الاطروحات ديال الدكتور الزاز اطروحه دار بحث في المغرب كله على شنو هما الاطروحات اللي داروا بالعربيه اطروحات ديال الطب في الكليات مشى الكليات وجمع كل شيء كاين 161 اطروحات ذات بالعربيه في التخصصات هادو شنو التخصصات اللي ما بقاوش كذا الحمد لله هذه اللي في الوسط هي بشرى ظاهر ترجمه الدرس اللي كنقري انا الماده اللي كنقري امراض التعفنيه عند الطفل ومن بعد درنا بوليكوب اش كتسمى بوليكوب بالعربيه مطبوع مستنسخ مطبوع دابا الكليه اللي خديتي المطبوع الوحيد اللي غادي تاخذو ديال الامراض التعفنيه الطب كتلقى فيه صفحه بالعربيه وصفحه بالفرنساوي وكل شيء غير باللغه اللي ماشي ديالنا واه
نقولوا واحد شويه كان الاستعمار باقي ما عندناش. ايه انا دخلت الكليه الطب في 79 80 في الرباط، ما كانش عندنا، كان عندنا واحد او جوج اساتذه اللي من الخارج. ديك الساعه كان يمكن عندنا اكتفاء ذاتي، ودابا الحمد لله او وباقي غادي نبقاو نحتاجوا حنا. صافي شكرا فرنسا بارك الله فيك، كنعترفوا بالجميع، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كي حتى مشكل الله يجازيهم بخير، ولكن حنا مغاربه اخو او وتروح الامراض التعفنيه. ها هو داك البول مستنسخ، ها هو دا الصحاب العربيه الصحاب الفرنساويه ملف الطبي تا هو دارت عليه اطروحه. هذه اطروحه علميه، مشاو شافوا الخلايا الغشاء د الخلايا كيفاش كيتفاعلوا مع المناعه مع داك المشاكل كلها مصوبه بالعربيه، ما كاين حتى مشكل. عندنا حنا قدرات، الطلبه ديالنا قادين يديروا هادشي. هذا واحد السيد من بعد ما خدمنا 4 سنين 5 سنين، جا واحد الطالب ودار نظره شموليه، هذا هو اللي دار البحوث، هذا هو اللي دار البحوث على داك الاستاتستيك الا بغيتيو المرجع ديالهم هو هذا في الميدان تاع الطلبه، باش يسول تعاون وقربت نسالي ان تعاونوا الا خدمنا غير بوحدنا ما مزيانش. اطباء بوحدهم باغيين يديروا التعليم، تعليم العلوم لا، طيب ماشي هو العلوم كله، كاين علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، علوم الاقتصاد، علوم علوم التجارة، هادشي كله خصو يترجم في نفس الوقت، تمشي حملة كلشي يشارك فيها، اللي كيترجم واللي كيدافع، موالين الترجمة، موالين اللغة العربية، موالين الأدب، كل واحد من جهته، أي واحد عزيز عليه المغرب خصو نوضو يتحرك، راه ما نتقدموش بلغة أخرى. حتى التجارة ديالنا ما تمشاش، تيقول لك علماء الاقتصاد تيخص القوة العاملة، قوة منتجة تكون تهضر نفس اللغة مع الأطور، ما عندناش حنا هادشي. الأطور كتلقى شركة معمل فيه 200 خدامة، فيه 3 ل 4 تيهضروا بيناتهم فرنساوي، ملي كيجي حدا هذوك تيهضروا شي فرنساوي زعما كان حنا واعرين، الاخرين ما كيفهموش، كيمشيو للدار شنو بغى يقول كذا، ما كاينش التواصل. وهادشي راه النخبة ماشي مع القاعدة مفاقمين، اللغة العربية ومفاقمين، النخبة مع القوة المنتجة في المغرب مفاقمة، ما يمكنش تكون التنمية، ما يمكنش من ناحية اقتصادية. أنا مشينا عند الأطباء الداخليين، مشينا عند رئيس الحكومة، قال لك إيه أنا باغي ندير هاد المسائل، ناض في وسط البرلمان غوت على وزير التعليم، قالوا أنت مالك أصاحبي قلبتي ما سولتينيش وقلبتي الفرنساوية، ناض قالوا له علاش كتغوت على السيد، قال له كان خصو هذاك الشيء فاطمة، يقولوا له أنت شوم عليك خصك تمشي. الرئيس ديال الحكومة قالوا لا ماشي هذاك الشيء، عطاو كل شيء الحق للآخر، رئيس الحكومة هو اللي دخل داك الشيء لا يعنيه. مع السيد وزير الصحة وحضر المؤتمر وشاف الأمور، ومشينا تعاون من غير البلاد ديالنا، كاين تعاون على المستوى المغاربي، هاد الجمعية المغربية للتواصل الصحي جمعية دابا مغاربية، هاهم الناس الأطور ديال الجزائر، الأطور ديال موريتانيا، التوانسة كبروا بينا وعيطوا لنا وداروا لنا مسائل باش مشينا درنا معاهم فوق تكوين. وهاد العام مشاو ثلاثة ديال الأطباء مغاربة مشاو لتونس وداروا تكوين تما، هما ثلاثة بهم داروا أطروحة ديالهم بالعربية. قربت نسالي بغينا نضحكوا شي شويه، واحد المره عيطوا لي التكوين ديال لي زانتير الاطباء الداخليين اللي بغاو يوليو اساتذه ومختصين، قال لك الله يخليك درنا لهم التكوين في البحث العلمي، دابا قلنا لغه النشر انت كتهضر على العربيه بزاف، والنشر في العالم كاين غير بالانجليزيه، اذا درتي شي حاجه بالفرنساوي تحت ما يقراش، كيف يعرفك شنو هي اللغه ديال النشر الطبي البحث شي في القرن 21؟ واخا وجدت المحاضرة درت لهم هذه هي الخلاصة، في هذه أفكار شخصية كأستاذ باحث تبغي العربية وتحترم الإنجليزية وتحترم الفرنسية وتحترم اللغة الثانية ديالو اللي هي الأمازيغية، لا لونغ دو لا بوبليكاسيون. قلت لهم عندنا ثلاثة الأنواع ديال النشر، كاين البحث العلمي ما يمكن يكون إلا بالإنجليزية، وكاين التكوين الطبي المستمر في المغرب، الا درتي لهم التكوين الطبي المستمر بالانجليزيه حتى واحد ما يقراه، لان الاطباء كلهم المغرب تكونوا بالفرنساوي، النص جايين قارين بالبولونيه وداك الشيء، المهم اغلبيه قارين في الكليات الفرنساويه. الا بغيتي دير لهم التكوين الطبي المستمر راه ماشي بالانجليزيه، دير لهم فرنساوي، ولا بغيتي دير توعيه المواطن تما الا ترجع عايده درتيه فرنساوي خصك ديرها بالعربيه. بعد على الاقل قلت لهم كاين ثلاثه هي بلاصه من الان مهمه ديال توعيه المواطن، اي طبيب اي ممرض اي مهنه الصحه
خاصو يكتب للمواطن يدير له التوعيه باللغه ديال المواطن. طيب وقلت لهم حنا عندنا سنين دابا كاين 10 سنين و10 سنين ومن بعد 50 عام الاخرى 50 عام غيوليو البحوث كلهم غادي يوليو بالعربيه في العالم كله ان شاء الله. من بعد ما غادي تدوز واحد 30 عام ديال الشينويه كل من عليها فان واش الانجليزيه غتبقى الى يوم يبعثون. الصينيه طالعه كيف طحناتهم في الاقتصاد طحناهم حتى في اللغه لان اللغه كتمشي مع الاقتصاد. حنا في المغرب مشيتي تقرا الانجليزيه تلقى بلاصتك ولا مشيتي لمعهد كونفوشيوس ما تلقاش بلاصتك في الصينيه خصك تسنى العام الجاي طلب عليها كبير. واللغه الثانيه بالنشر في العالم غتكون الشينويه والانجليزي غتكون في القران. طبعا حنا من دابا 5 سنين غيمكننا نبداو نديرو التكوين الطبي المستمر بالعربيه. علاش لا؟ هي المجله ديالنا كيطلبوها الطلبه كيطلبوها كلشي سهله. كنكتبو لهم بالعربيه ماشي ديال السيباويه ديال المساء والصباح ديك العربيه اللي كيقراو بها الجورنال كنهار بسيطه. والمصطلحات كنديرو لهم الاسترواح وبين قوسين بنوموتوراكس كنخليوها لهم فرنساويه وكيقراو كيفهموا كيستوعبوا كيبدا يبدع. اما الاخر الا درتيه له غادي توجع باش يبدا يفهم لك شي فرنساويه ويعرف بعدا غير كيهضر مع المرضى. اذا الاسباب عرفتيوها. الحلول ديالنا كيرتكزوا على اربعه. الاقناع ملي كنقتنع يقتنع كنطمئنوه اننا ما غاديش نفرطوا في الانجليزيه ولا اللغه الثانيه ولكن كلغه ماشي كلغه تدريس العلوم. تدريس اللغات ماشي هي لغه تدريس العلوم. تدريس اللغات تدريس العلوم هي اللغه ديالنا خاصها تكون هكا. تدريس اللغات فرض عين. ومن بعد كاين الانجاز وقلت لهم بلا 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 حنا الانجاز راه غادي في الانجاز انتم عرفتونا حنا ديال الانجاز. الله يجازيه بخير سي الزاز والناس المنظمين الله يجازيكم بخير وجينا لهذ الكليه وقسمنا معكم هذا الشيء اللي في قلبنا ومحتاجين بكم حسابك. حنا راه في جميع الميادين اي واحد عزيز عليه المغرب هذه من الواجبات النوضي دافع على هذا الشيء. مراجعه الاقناع البحوث البيداغوجيه اللغه المستعمله تعطي اعلى مستويات الاستيعاب. هاتي علم ايفيدنس بيزد ديسيجن القرار المتخذ مبني على الحجه. ملي جاو قالوا غادي نقلبوا الفرنساويه نوليو نقريو العلوم الفرنساويه في الليسي ما نبنيش على الحجه العلميه نبني على حجه لوبيه ضغطاويه مخربقيه برتكشيكيه. سي با سيانتيفيك. الحجاج العلميه تيقولوا الا بغيتي الدراري يستوعبوا هضر معاهم بلغتهم. الكلمات عندها حموله عاطفيه والعاطفه مهمه في الاستيعاب. البحوث الميدانيه المغربيه راه وليت لكم التلاميذ باش كيحلموا الطلبه باغيين. والدول المتقدمه لا تدرس بالانجليزيه 20 دوله يلا واحد 3 ولا 4 اللي كيقريو بالانجليزيه كلشي كيقري بلغته. وعباد الله وهادشي كله ما شافوش مجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي ما شافش هادشي ما كيعرفوش وفيه الخبراء عارف شنو هادشي وكلشي ساكن وكلشي كيتفرج بخير. قال لك اسيدي مغالطات قال لك عرفتي علاش الدراري ما كيفهموش في الجامعه العلوم سيونس وفيزيك فيزيك العلوم بيولوجيه والفيزيائيه والرياضيه علاش ما كيفهموهاش في الجامعه بالفرنساوية. قال لك السبب هو اننا قريناهم في الثانوي العلوم بالعربية. فاش طلعوا ما كيفهموش. هاد المغالطات كتقبلوها انتم كتبان لكم بديهية. في حين انه السبب والجواب الجواب الصحيح شنو هو؟ وهو سوء تدريس الفرنسية 10 سنين، وحتى 10 سنين حنا عاطينكم وليداتنا يا مؤسسة التربية الوطنية والتعليم العالمي يا وزارة، و10 سنين راه يخرج دكتور في الفرنساوية. ثم ما قريتيوش مزيان لا من البرامج لا من الوسائل لا كرامة المعلم اللي غادي يقريه ونسيف ديك الفرنساوية ما غيديهاش فيها. السبب الحقيقي هو سوء تدريس للفرنسية. قريونا سيدي بالعلوم الفرنساوية وليني تكلفوا. لا ماشي انا اللي غلطت ماشي انا الوزارة انا ماشي انا اللي غلط الدراري اللي مكلخين ولا عرفتي شنو ماشي مكلخين كيجيبوا 20 في الرياضيات اللي داخلين العلوم كيجيبوا 15 داخلين. لا لا ماشي مكلخين عرفتي شنو السبب واحد قريناهم بلغتهم هذا هو المشكل غادي نقريو نعاود نقريو بلغة المستعمل.
قلبها مهضوره. طمانه منين يقتنعوا الطمانه التدرج والاستعداد لتدريس مزيان المصطلحات التقنيه لا تتجاوز المصطلحات سهله المنال ضروره الانفتاح بتدريس الانجليزيه محركات البحث كاينين الانجاز المجله ترجمه الدروس مؤتمرات التدريس والتعاون وشكرا جزيلا على انتباهكم.